طليحة بن خويلد أحد قادة حروب الردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل عنه رجل بألف فارس. كان ممن شهد غزوة الخندق في صفوف المشركين، يسمى في بعض المؤلفات بطليحة الكذاب، وذلك لأنه ادعى النبوة في قومه بني أسد، وتبعه بعض القبائل وهزم على يد خالد بن الوليد في معركة بزاقة. روى ابن سعد عن الكلبي وغيره أن وفدا من بني أسد قدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم طليحة بن خويلد، فقال حضرمي بن عمير: أتيناك نتدرع الليل البهيم في سنة شهباء ولم تبعث إلينا بعثا، فنزلت يمنون عليك أن أسلموا. لكنه عاد بعد ذلك وأسلم وحسن إسلامه. خرج محرما في عهد خلافة عمر، فقال له عمر: أنت قاتل الرجلين الصالحين، يعني ثابت بن أكرم وعكاشة. فقال طليحة: أكرمهم الله بيدي. فقال عمر: والله لا أحبك أبدا. قال: فمعاشرة جميلة يا أمير المؤمنين، فإن الناس يتعاشرون مع البغضاء. وأسلم إسلاما صحيحا. في يوم عمواس كان مقداما لا يهاب الموت، وهاجم الفرس وحده من خلفه.